الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفع به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: وتسن تعزية المصاب ببيت باللفظ مأثورا عن العدنان وبغيره، ويجوز أن يبكي بلا أن يبكى. سن الله إليه. وبغيره، ويجوز أن يبكى بلا نوح ولا لطم ولا بهتان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوله عفى الله عنا وعنه: ويجوز أن يبكى بلا نوح ولا لطم ولا بهتان. اعلم رحمك الله تعالى أن البكاء على الميت له أقسام، منها ما يجوز اتفاقا ومنها ما لا يجوز اتفاقا. فإذا كان البكاء على الميت مصحوبا بنياحة من رفع صوت أو لطم خد أو دعوى بدعوى الجاهلية ونحو ذلك من الأفعال التي تنبئ عن تسخط الإنسان على قدر الله عز وجل، فلا جرم أن هذا محرم اتفاقا، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك. ولذلك قرر أهل العلم في هذا الباب قاعدة عظيمة تقول: كل قول أو فعل يتضمن التسخط على قضاء الله وقدره فإنه ممنوع. وبرهان ذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فأما الصالقة فهي المرأة إذا رفعت صوتها كثيرا عند المصيبة، وأما الحالقة فهي التي تنتف شعرها أو تحلق شعرها عند المصيبة، وأما الشاقة فهي التي تشق ثيابها عند المصيبة والعياذ بالله. فكل هذه من الأفعال المحرمة، بل إنها من جملة الكبائر، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن كل ذنب علق بالبراءة فإنه كبيرة. فأي ذنب علقه الشارع بأن من فعله فهو بريء منه فإنه يعتبر من جملة الكبائر. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا أيضا يدل على أن هذه الأفعال كبيرة من الكبائر، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن كل ذنب قيل فيه قيل في فاعله ليس منا فإنه من جملة الكبائر. كل ذنب قيل في فاعله ليس منا فإنه من جملة الكبائر. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي مالك الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، ثم قال: والنياحة على الميت. وفي رواية أخرى: النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا دليل على أنه كبير أيضا لعلة ثالثة، وهي أن المتقرر عند العلماء أن كل ذنب توعد فاعله بعقوبة خاصة في الآخرة فإنه من جملة الكبائر. هذه ثلاث قواعد يعرف الإنسان بها الكبيرة، أعيدها مختصرة: كل ذنب تبرأ الشارع من فاعله فهو كبيرة. القاعدة الثانية: كل ذنب قيل في فاعله ليس منا فهو كبيرة. القاعدة الثالثة: كل ذنب توعد فاعله بعقوبة خاصة في الآخرة فإنه يعتبر من جملة الكبائر. ومن باب تشديد الشارع على النهي عن النياحة، فقد كانت من جملة العهد المأخوذ على النساء عند إسلامهن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الممتحنة قال: ولا يعصينك في معروف. وقد ورد تفسيرها في السنة أن العصيان في المعروف هو النياحة، كما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت:
أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. وفي سنن أبي داود أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. وهذا دليل على أنها أيضا من الكبائر بطريق الرابع، وهي أن المتقرر عند العلماء أن كل ذنب مقرون بلعنة فهو كبيرة، كل ذنب مقرون بلعنة فإنه من جملة الكبائر، من جملة الكبائر. فإن قلت ولماذا لعنت المستمعة؟ نقول إنما تلعن المستمعة التي تقر هذا الحرام، فإن المتقرر عند العلماء أن الراضي بالذنب منزل منزلة الفاعل. وقد كان العرب في الجاهلية يستأجرون النساء للنياحة على الميت من باب تفخيم وتعظيم المصاب عليه. هذا هو القسم الأول من أقسام البكاء، وقد بينا أنه محرم بالإجماع. وأما القسم الثاني فهو البكاء بمعنى حزن القلب ودمع العين من غير أن يكون مصحوبا بشيء مما حرم شرعا، فليس مصحوبا لا بقول محرم شرعا ولا بفعل محرم شرعا، فلا بأس به إجماعا، فهذا فطرة لا ينبغي مقاومتها، بل إن البكاء عند حلول مصيبة الموت أكمل عند الله عز وجل من الابتسامة أو الضحك، لأنه حال أكمل الخلق عند الله عز وجل وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه أنه بكى لما مات بعض أبنائه وأبناء بناته صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع له صبي من أبناء بناته ونفسه تقعقع فبكى صلى الله عليه وسلم فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. أقصد لما رفع له ابنه إبراهيم، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. ولما رفع له ابن ابنته زينب رضي الله تعالى عنهما وضعه في حجره فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت رسول الله؟ يعني كيف تبكي وأنت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البكاء عند حلول مصيبة الموت على الأحباب أنها رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، فهذا بكاء متوافق مع الفطرة والطبع ولا لوم على الإنسان فيه. وإنما المحرم هو رفع الصوت بالبكاء والنياحة، وأما ما جرى على داعي الفطرة البشرية فلا بأس به وهو جائز كما ذكرت لكم اتفاقا. ولقد عقد ابن تيمية مقارنة بين ما كان يفعله بعض السلف من الابتسامة عند سماع موت أحد أولاده وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن الأفضل هو البكاء لأن هذا متفق مع الفطرة ومتفق ولا يتعارض أبدا مع الرضا بقضاء الله عز وجل. فالبكاء الجائز عند حلول المصيبة لا يجوز أن يتصور مطلقا أنه يتعارض مع ما أمر الله عز وجل به من الصبر على أقداره والرضا بقضائه. وعندنا مسألة لا بد من بحثها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر أن الميت يعذب في قبره بما نحاله، أن الميت يعذب في قبره بما نحاله، فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فكيف بعض الأدلة تدل على أن أهل الميت إذا ناحوا في بيتهم أن الميت يعذب بذلك، وما ذنبه؟
وبين الأدلة التي تدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ الجواب عن ذلك: لقد اختلفت أنظار أهل العلم في الإجابة، والأقرب عندي أنه محمول على عدة أحوال. الحالة الأولى محمولة على من أوصى أهله بذلك كما كانت الجاهلية تفعله، فإن الميت في سكرات الموت في الجاهلية كان يوصي أهله بأن يستأجروا من تلوح عليه، فإذا كان الميت قد أوصى بوجود النائحة أو بأن ينوح أهله عليه فلا جرم أنه يستحق هذه العقوبة، لأنه دال على هذا الشر ومتعاون معهم على هذا الإثم والعدوان، فهو قد سن سنة سيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. وهو بهذه الوصية الآثمة قد دعا إلى ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثام مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. الحالة الثانية أن يكون قد فرط في وصية أهله بعدم النياحة عليه مع علمه بأن هذا من طبيعة أهله أصلا، فإذا كان الميت قد علم بأن طبيعة أهله هي النياحة على من مات من أفرادهم ومع ذلك مات ولم يوصي ولم ينكر، فإنه حينئذ مفرط في هذا الإنكار، فهو مستحق للعقوبة لأنه لم ينكر على أهله ولم يوصي أهله بأن لا يفعلوا ذلك. الحالة الثالثة أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب على عدم العذاب الجسدي وإنما على العذاب الروحي، فروحه تتعذب بذلك، فهو قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السفر قطعة من العذاب، بمعنى أن الإنسان في سفره يتغرب عن أهله ويتغرب عن بلاده وعن ماله وعن أصحابه، فيحس الإنسان في غربته بألم عظيم، فليس الألم جسديا وليس العذاب نفسيا وليس العذاب في الجسد وعلى الجسد، وإنما العذاب منصب على الروح. وبيان ذلك أن الميت يعلم جملة بحال أهله، يعلم ما يكون في بيته باعتبار الإجمال، فيسر في قبره بالسرور الذي يكون لأهله ويحزن بالحزن الذي يكون على أهله، فإذا أخبر من قبل الملائكة بأن أهله ينوحون عليه فإنه يتعذب نفسيا وروحيا في قبره. واختار هذا المحمل أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأقرب عندي أن يحمل ذلك على ما نص عليه أهل العلم من تلك المحامل الثلاث، لأن المتقرر عند العلماء أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين أو أكثر لا تنافي بينها فإنه يحمل عليها، ولكن لا حق لنا أن نطرح حديث ابن عمر في إثبات عذاب الميت في قبره بنياحة أهله عليه بحجة وجود المعارضة بينه وبين قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا لا يجوز دفعه، لأن المتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولا يجوز لنا أن نحمل الأمر على نسخ أحد النصين، لأن النصين إنما هما خبران، والمتقرر عند العلماء أنه لا نسخ في الأخبار، فالأخبار لا يدخلها النسخ أبدا، لأن نسخ الخبر تكذيب له، ولا خلف ولا كذب في أخبار الشارع، فانتبهوا لهذه المسألة الأصولية. فالأقرب عندي هو طريق الجمع بين الدليلين في حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في قبره على هذه المحامل الثلاث، هذا أصح الأقوال إن شاء الله في هذه المسألة. وعندنا إشكال آخر قد يرد في ذهن بعض الطلبة،
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق الرؤوس عند المصيبة، أليس كذلك؟ الجواب بلى، فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. كيف نجمع بين هذا وبين حلق النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس أبناء جعفر بعد 3 ليال من موته؟ فإن عبد الله بن جعفر قال: فدعانا النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، أي جعفر، ثم أمر بالحلاق فحلق رؤوسنا. فكيف نجمع بين حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأس بني جعفر وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن حلق الرؤوس عند المصيبة؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، والجمع بين ذلك هو حمل الحلقين على حالتين مختلفتين. فنجمع بين هذين الحديثين بقاعدة اختلاف الأحوال والمحامل. فأما الحلق المنهي عنه فهو الحلق المشعر بالتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، فهو حلق تسخط على قضاء الله ويكون مصحوبا بالمصيبة غالبا. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من حلق رؤوس بني جعفر فإنما هو حلق ترفه لتخفيف المصيبة، من باب التخفيف عليهم في هذه الشعوب ومن باب التجديد عليهم، فهو حلق ترفيه وتيسير وليس حلق تسخط ولا تضجر من قضاء الله عز وجل وقدره. أفهمتم وجه الجمع؟ فلا إشكال مع هذا المحمل إن شاء الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله مبينا البكاء الجائز، قال: وأجمع كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء أي البكاء الذي ليس بمصحوب لا بنياحة ولا بلطم إلى آخر كلامه. وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهو أن الإنسان ينبغي له عدة أشياء عند نزول مصيبة الموت عليه، وهي من الأمور التي تخفف هذه المصيبة العظيمة التي وصفها الله بأنها مصيبة في قوله: فأصابتكم مصيبة الموت، هي مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. فمن ذلك أنه ينبغي أن يعلم أن هذه المصيبة من الله عز وجل قضاء وتقديرا وخلقا وإيجادا، لقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن الأمور كذلك أن يعلم المسلم ويعتقد اعتقادا جازما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره. فعلى الإنسان المسلم عند نزول المصائب عليه أن يجدد إيمانه بعقيدة القضاء والقدر. ومما ينبغي عليه أيضا الصبر، وهو واجب بإجماع العلماء، لم يخالف في ذلك أحد. والآيات التي تأمر بالصبر عند نزول المصائب كثيرة معروفة، وقد وعد الله عز وجل الصابرين بالأجر العظيم والثواب الجزيل، فقال الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله يحب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن قلت: وما حكم الرضا بالمصيبة؟ فنقول: أما الرضا ففيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والأقرب عندي أن الرضا مندوب وليس بواجب، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله.
فإن قلت وما الفرق بين الصبر والرضا؟ فنقول أما الصبر فهو حبس اللسان والجوارح، فهو عمل ظاهري يستطيع الإنسان أن يتحكم في لسانه وجوارحه، فلا يقول قولة ولا يفعل بجوارحه فعلة تغضب الله عز وجل في هذا الموطن. فلأن الصبر عمل ظاهري يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، حكم العلماء عليه بأنه من واجبات المصيبة. وأما الرضا بالمصاب فهو عمل قلبي، وأعمال القلوب يصعب التحكم فيها، فمن باب التخفيف والتيسير على الأمة قال العلماء بأنه مندوب مستحب وليس بواجب. ومن الأمور التي ينبغي فعلها أيضا شكر الله وحمده على هذه المصيبة، فإذا حلت بك مصيبة فاحمد الله عز وجل واشكره حتى وإن كان في قلبك ما فيه، فإن ما يقوم في القلب إذا لم يكن مصحوبا بعمل ولا قول لسان فإنه من حديث النفس المعفو عنه شرعا. ومما ينبغي فعله أيضا التسلي بتلك الأوراد المشروعة في هذه المواطن، كقول الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا من أعظم الأذكار في هذه المواطن. ومنها كذلك أن يقول المسلم اللهم آجرني أو اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لحديث أم سلمة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا الذكر بعينه بعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، فأبدلها الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم خلفا لأبي سلمة. نعم. ثم قال الناظم أحسن الله إليكم، قال الناظم وفقه الله تعالى والصبر واجب والرضا ندب وذا، واجب بدون تنوين، والصبر واجب والرضا ندب وذا قول مليح قاله الحراني، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم أيضا وجمع من المحققين المعاصرين. نعم. والله قدر كل شيء يا فتى ما كان أو سيكون في الأكوان، لقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس، والأدلة في هذا المعنى كثيرة جدا. نعم. قال وفقه الله ما قد أصابك لم يكن يخطيك يا هذا وليس لمن عداك يداني، أي لا تستطيع البشرية أن تدفع عنك شيئا قضاه الله عز وجل وقدره، فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. وغدا ستبكى فاستعد ولا تكن متكاسلا متغافلا متواني، ينبغي للإنسان أن يكون على أهبة الاستعداد لملاقاة الموت، فإنك مهما فررت منه فإنه ملاقيك، والعجيب أن كل شيء تفر منه فإنه يلحقك إلا الموت، فمهما فررت فإنك ستواجهه، لقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله عز وجل وما جعلنا لبشر
من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ما أنت الحي الذي لا تموت والإنس والجن يموتون، ولن يخلد أحد في هذه الدنيا لا لعظم صلاحه، وإلا لخلد الأنبياء وخلص المؤمنون، ولا لعظم جاهه وسلطانه وإلا لخلد فرعون، ولا لعظم ماله وكثرة ثرواته وإلا لخلد قارون. فكل سيموت، إنما هي أجال ينتظرها الإنسان، فإذا جاء أجل الإنسان فلا يستأخر ساعة ولا يستقدم. فعلى الإنسان إذا كان مؤمنا حقيقة بهذه الحقيقة أن يكون مستعدا لها أتم الاستعداد، فإن الموت لا علامة له. فقد أخذ الأصحاء وترك المرضى سنوات على فراش المرض، وقد أخذ الأجنة في بطونهم قبل نزولها قبل نزوله. وكم من إنسان ركب في سيارته ولم ينزل، وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه هو، وإنما خلعه المغسل على سرير الموت. فعلينا أن نكون مستعدين دائما وأبدا لمثل هذه الحقيقة. وإن أعظم ما نستعد به لهذا الموت أمران عظيمان: التوبة العاجلة التي لا تسويف فيها وتكون توبة عامة. الأمر الثاني: الحرص على الأعمال الصالحة فرضها ونفلها، مع ترك الأمور المحرمة. فإذا أتم الإنسان استعداده بهذين الأمرين فقد استعد لملاقاة الله تبارك وتعالى. قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأعظم ما يوفق له العبد عند مماته أن يرزقه الله عز وجل التوبة الصادقة والنطق بالشهادة، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الباب العظيم، وهو باب الجنائز، وبه ننتهي منه إن شاء الله.